شو أخبارك يا فاتيا؟ بابا إيه يا روحي؟ الحقني يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ أنا بهدلت بغيابك يا بيي. مين بهدلك يا روحي؟ تعال شوف يلي حصل في مايا. لك شو صار؟ احكوا. طلع مجوز ثلاثة غيري يا بيي. ثلاثة؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة وعلى زنته؟ لا لا لا، أنا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا، طلع صياد ماهر وعرف الحطنة بالشبكة بيناتهم كلهم. عجيبة وغريبة، دايما بيذكر ربه وشحاته وراه بالسجادة، وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك، وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 لا، لا شو كان بيكذب علينا؟ وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء، هيدا انسان مش هين يا بيي. اللي فكرنا موسى طلع فرعون. انا مش رح اقدر استحمل هالشغلة، ولك هيدا مجوز كوارث، هول او رح يجننوني او رح يموتوني. لازم شوف لك صرفة معه، روح احكي معه. روحوا يا جماعة روحوا، خلينا نفكر بعقل وحكمة. شو بدي روح قل له انت متجوز ثلاثة وبنتي الزوجة الرابعة؟ حيقول لي يا سليم بيه الشرع محلل لي أربعة. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبة قلبي يا مايا، ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق. خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. أخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنية إيه يا روح أمك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحدة تانية ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقولي ليش كده، فواز لا يمكن حيطلق. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشة؟ على ايديكي نقش الحنة؟ يا بنت يا بنت، ده انا خايفة عليكي. فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها، انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجة تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي في يوم ويباعني. ايه الغباوه دي؟ وانت بقى فرحان الاخ معممك ولبسك السلطانيه، وهو مقضيها بالتلاسينة. مالكش دعوه باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي، وما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبه في الجنينيه وعماله تعيطي. في حضن امي يا اخويا، بشكلها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا، واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا، ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طبطبي عليها يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يقول لحبيبها نهار عشان ترتاحي. غوري علقتك دحية. ايه الغباوة دي؟ وبعدين الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رمية الكلاب دي؟ قولي البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت اختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة؟ لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه، مش هتسكت على حقنا إحنا في فلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر، وإحنا شغالين شغلانة سودة، بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي، أسيبه؟ ولا؟ ما تردي يالا، ما تردي يا بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. عتالين يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال؟ حياة امي ما يحصل ابدا، وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها يا نهار. تصدق انت واد بارد